نظمت مكتبة أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية معرض هدايا مدارس الأحد والأدوات المكتبية الذي بدأ يوم 1 أكتوبر ويستمر إلى 10 أكتوبر، ويضم مجموعة كبيرة من الأدوات المدرسية من كشاكيل وأقلام وألوان، بالإضافة لمجموعة كبيرة من وسائل الإيضاح والهدايا التي يتم توزيعها داخل فصول مدارس الأحد بعد عودتها مرة أخرى. عاملين تخفيض كبير جدا، يعني مثلا هنا الحاجة هتلاقيها بنص الثمن أو كمان أقل من نص الثمن. عاملين تخفيض كبير علشان احنا بنشجع على الدراسة والأولاد والأطفال إن هم يتعلموا وفي مدارس الأحد وكل حاجة، فاحنا ايه بنشجع الناس اللي هي تيجي. تمام، احنا اخرنا يوم 10/10. المعرض ده معمول عشان بدايه افتتاح مدارس الاحد وكمان المدارس، عاملين فيه عارضين فيه كشاكيل اقلام كل الادوات المدرسيه اللي محتاجينها المدارس، وكمان عارضين فيه هدايا للاطفال وكمان حاجات منزليه تنفع لستات البيوت. انا كنت جايه بالصدفه بصراحه واتفاجئت ان المعرض ده معمول، يعني بصراحه في حاجات جميله وفي وسائل ايضاح لابتدائي وحضانه بالذات حلوه جدا. انا دايما باجي اجيب حاجات من المكتبه، بس أول مرة أشوف المعرض ده وعرفت إن هو فاتح من أول الشهر. يعني إقبال كبير يشهده المعرض الذي يقدم خصومات وعروض مميزة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث جذب عدد كبير من الخدام وأولياء الأمور والأطفال لما يحتويه من هدايا ومنتجات مدرسية متنوعة. ده المعرض فيه حاجات كتيرة قوي، وعجبني فيه إن هو معمول مع عودة المدارس وعودة المدارس الأحد والخدمات للكنيسة، فمليان حاجات كتير، مليان يعني مليان كورسات اقلام، كل حاجه احنا محتاجينها تقريبا. لا المعرض فيه حاجات حلوه واسعارها مختلفه جدا عن بره، واسعارها قليله وفي متناول اي حد، وحاجات حلوه للمدارس وتوك واقلام وحاجات مفيده جدا للمدرسه. اشتريت بريات واقلام وتوك عشان المدرسه، هي حاجات رخيصه غير بره، ويعني حاجات حلوه للمدارس عشان الوقت قرب للمدرسه. انا اشتريت الوان للمدرسه. وانتي؟ اهتمام كبير من أسقفية الشباب ليس فقط بالشباب وإنما بكل الأسرة، ولهذا نظمت الأسقفية هذا المعرض الهام للتخفيف عن كاهل الأسرة في ظل الظروف الحالية عن طريق تقديم عروض وخصومات كبيرة إيمانا منها بأهمية التعليم. كامل يوسف، سي تي في.